يتعلم إطلاق الرصاص بدل رسم الحروف، وصناعة الكراهية بدل حب الحياة. طفل في عمر الزهور، بأي ذنب يتواجد في مكان كهذا؟ بأي جرم يحمل كل هذه الأسلحة والذخائر؟ هذا الطفل واحد ممن جندتهم ميليشيا الحوثي في وتون معاركها العبثية ضد اليمنيين، وقصة من قصص مأساة أطفال أكلتهم الحرب وجعلت منهم قتلة أو مقتولين. ضحكات لم تعد برية لأطفال استطاعت ميليشيا الحوثي استغلال الدين لغسل أدمغتهم بوعود الشهادة ونيل الجنة. يوثق هذا الفيديو الذي حصل عليه لواء العمالقة من إحدى كاميرا التسجيل في الساحل الغربي قيام الميليشيا بتجنيد الأطفال وتدريبهم على القتال في صفوفها والزج بهم في حرب المخا بتعز. تجنيد الميليشيا للأطفال واحدة من كوارث ميليشيا الحوثي الذين جندوا في حرب كراهية عمرها يناهز الأربع سنوات حولت اليمن إلى مقبرة كبيرة أغلب سكانها أطفال مجندون في صفوفها أو مقتولون بقذائفها.